16 سنة تعليم، أخيرا اتخرجت وخدت الشهادة. لكن بعد ما اتخرجت ده في الفترة دي حفظت أكتر من 100,000 صفحة، قريت ملايين من المعلومات، والحمد لله عرفت ليه طه حسين بيحب البليلة، وحفظت الأسر الفرعونية كلها، وطبعا نسيتها بعد الامتحانات. لكن عمرك سألت أنت مريت بكل ده ليه؟ ليه حفظت المعلومات دي كلها؟ هل أنت فاكر أي حاجة من اللي أنت خدتها في ابتدائي أو إعدادي أو حتى السنة اللي فاتت؟ أكيد حاجات قليلة قوي. إراجتو، الكلمة اللاتينية للتعلم. تعرفها وشرحها في القاموس هو أنك بتتعرف على حاجات جديدة عندك فضول أنك تتعلمها. بس إيه علاقة الكلمة دي باللي إحنا عايشين فيها دلوقتي؟ دلوقتي في 16 سنة دول بتحفظ معلومات كتير جدا. هل فاكر أنك كان عندك فضول أنك تعرفها كلها؟ صعب. طيب ليه دلوقتي إراجتو بقى معناها أنك تحفظ معلومات مش تتعلم؟ وليه أول لما بتعرف على حد جديد خصوصا لو فوق 30 سنة بعد ما بيعرف اسمك على طول بيسألك أنت خلصت إيه؟ في سنة كام؟ مجموعك إيه؟ عايز تطلع إيه؟ عشان يبدأ يديك قيمة في دماغه على حسب أجوبتك دي. لأن من وهو صغير أهله كانوا بيقولوا له لازم تطلع يا مهندس يا دكتور بس. ولما دخل ثانوية عامة كان قدامه في مجالات مجموعها أعلى من المجالات، فدخلت في دماغه فكرة وترسخت إن لأ في ناس أهم من الناس بسبب شهادتها ودرجتها بس. لكن لأ أنت أهم من كده. My identity is not my degree. من صغري وكنت إيجر قوي ومهتم قوي بالساينس والروبوتكس. ولما كنت لسه 6 سنين كنت بقعد أعمل ديزاين لروبوت صغيرة. كنت حاطط في دماغي بقى إني أول لما أدخل المدرسة هنخش بقى ساينس لاب وحاجات تفرقع وحاجات تنفجر وتجارب وكده. بس أول لما دخلت كل اللي قدامي كان شوية معلومات قديمة بنقلها وخلاص. بس كنت بشوف اللي بيدخلوا الساينس لاب دول أكبر شوية، فقلت أنا هستنى شوية لغاية أما أكبر وأبدأ بقى أدخل الساينس لاب وأجرب. وفعلا كبرت وبدأت أخد ساينس. شوية معلومات مستحيل تستخدمها في الحياة وغير الأفكار اللي كانت في دماغي خالص، وبدأت تخش في دماغي فكرة إن الساينس ممل. وبدأت أتضايق شوية، لكن في يوم بعد ما رجعت من المدرسة فتحت كتاب قديم كان فيه ساينس فاكت، قريته وبعديها فتحت ساينس شو، لا وبدأت تاني الفكرة ترجع في دماغي، لا الساينس ممتع. لأن يعني استمتعت فعلا بالساينس في الساينس شو ده والكتاب. رجعت لي تاني لا الساينس ممتع وممكن يفيدك غير اللي أنت بتاخده في المدرسة. وقلت حتى theoretical problems صعبة، لا دي مجرد معلومات قديمة مستحيل تكون بتستخدمها في حياتك. فضلت كده بدرس في المدرسة عادي المعلومة المملة وارجع لبيتي عشان نشوف الساينس الممتع بتاعي. لغاية ما بقى عندي 12 سنة. بينما كل أصحابي قالوا بابا أنا عايز بلاي ستيشن، قلت لبابا أنا عايز آخد كورس الـ ICDL. وفعلا دخلت وبدأت. وكان أصغر واحد فيهم أكبر مني بـ 8 سنين. وكانوا بيشوفوني يستغربوا شوية، يا ابني أنت إيه اللي جايبك هنا؟ ده الكورس ده استخدمه في شغلك. بس كانت إجابتي إني بحب الكمبيوتر عادي. لغاية ما جه امتحان الإكسل وجبت أعلى برسنتج فيهم. فعلا خلصت الكورس وخدت الشهادة، علقتها على الحيطة واتمنيت إن في يوم من الأيام أملى الحيطة دي كلها شهادات من الحاجات اللي أنا بحبها. تمام؟ السيستم أوف إديوكيشن الحالي شغال على الترقين. بيحفظك معلومات عمرك ما هتستخدمها في حياتك. وأي معلومة من المعلومات دي تقدر تعرفها في أقل من دقيقة على الموبايل. والماث بروبلمز اللي أنت تعبت فيها قوي عقبال ما تفهمها بتحل في أقل من لحظة على الكمبيوتر عادي جدا. ده غير طبعا الـ required diversity of subjects اللي ملهاش لازمة. أنا مثلا مهتم بهندسة ميكاترونكس كنت بضطر إن أنا أدرس تاريخ وجغرافيا. وحتى في الماثس كنت بضطر أدرس مسائل كتير جدا مستحيل تستخدمها في الحياة. طيب مرة كنت في معرض إنوفيشنز وكانت في واحدة هاي بوزيشن من الوزارة جت وسألتني عن مجموعي وكده، هو لما عرفت اتخضت قالت لي أنت جايب المجموعة ده وبتعمل اختراعات إزاي؟ واتخضت فجأة كده. قالت لي ده أينشتاين كان الأول على الدراسة. استغربت المعلومة العجيبة دي، قلت لها بالعكس ده الساينتست ما كانوش متكيفين قوي مع التعليم. مايكل فاراداي، أيزاك نيوتن، ألبرت أينشتاين، بيل جيتس ومعظم الساينتست والناس اللي أثروا في تاريخ البشرية ما كانوش متكيفين مع التعليم. السيستم في الإديوكيشن الحالي مش بيفيدك خالص. طيب هل ممكن يكون الإديوكيشن ده بيتحسن؟ طيب إيه الأفكار المنتشرة؟ الأفكار المنتشرة لحل التعليم أكتر حل بنسمعه إن إحنا نزود تعليم عملي. بس ده يعتبر مستحيل. المعلومات دي أنت مش هينفع تستخدمها في الحياة.
يعني مثلا عمرك وانت بتشتري حاجه وعايز تحسب فلوسك هتكفي ولا لا، رحت جايب ورقه وقعدت تكتب الديفرنشال ايكويشن، او عملت قسمه مطوله مع انك ممكن تجيبها في اي وقت على الكالكوليتر او على الموبايل؟ هل قبل كده استخدمت الاقاليم المناخيه اللي انت حفظتها في المدرسه دي عشان تعرف جوه مصر؟ طب هل جه في دماغك قبل كده ان احنا ممكن نحسن المدارس ونبني مدارس جديده وجامعات جديده وكده التعليم هيتحسن؟ لا برضو ده يعتبر مستحيل، لان المشكله في كل نفسه بتاع الادوكيشن اكن كده بالظبط عندي ميه مش يعني ميه بايظه وبوظت الازازه اللي محطوطه فيها، راحت الوزاره واخدها وحطيتها بالظبط في ازازه تانية جديده بس نفس المنهج البايظ، مفيش اي حاجه اختلفت. انا استفدت ايه؟ عنده حق، نفس الكور البايظ ده. البادجت كلها بتاع التعليم بتروح في الموضوع ده، بتروح في اننا نبني مدارس جديده وجامعات جديده بنفس المنهج اللي احنا ماشيين عليه. مره كانت في واحده هاي بوزيشن جدا في وزاره التربيه والتعليم وسمعت عني وكده، هي المفروض ان هي مسؤوله عن الاكسبشنال ستودنتس وكده، فجت عني وسالتني عني وعرفتها عن نفسي، وبعد كده انبهرت قوي وقالت لي بقى هدخلك بمسابقات باسم مصر بقى وهشرف مصر وكده، فقالت لي هات نمرتك وهتصل بيك. عدى يوم اتصلتش، اسبوع، شهر، سنه، اتاكدت انها الحمد لله حلقت لي ومش هخش باسم مصر ولا حاجه. الكوميونتي دلوقتي بيحطنا في ستيريوتايبس غريبه، قوالب ما نعرفش مين اصلا اللي حطها من زمان. لازم تتعلم 16 سنه، لازم تخش كليات معينه هم مسمينها كليات القمه مع ان ممكن انت تكون ما بتحبهاش، لازم تشتغل شغلانه في نظرهم امنه. يعني معظم الناس اللي بيبداوا بيزنس بيعرضوهم في الاول، مع ان بعدها بينجحوا بيمجدوهم ويقولوا عليهم ناجحين، لكن من وانت صغير لا، انت تشتغل في شغلانه حكوميه او في قطاع خاص مشهور. مع ان مثلا شركه نوكيا اللي كانت دوميننت قوي وكانوا شايفين انها طبعا شغلانه امنه وكانت متحكمه في صناعه السمارت فونز، فجاه فلست، فما فيش حاجه دلوقتي اسمها وظيفه امنه. طيب لنفترض ان انا مشيت على كلام الكوميونتي ده بالظبط، طيب برضو عملت ايه؟ يعني ما استفدتش بحياتي اللي انا عايزها ولا حتى انبسطت فيها. كان مره كنت في معرض انوفيشنز وكان جالي نائب وزير التربيه والتعليم او حاجه، وكيل اول وزاره، حاجه مهمه قوي يعني. فاول لما دخل بقى وطبعا هو مقتنع بالكوميونتي جايد لاينز قوي وقوانين المجتمع وماسك فيها، ولما دخل بقى كاميرات كتير قوي بقى بتصور ومش عارف ايه وتنزل بقى في الجورنال الوزير يطور التعليم. لما دخل شاف الانوفيشن بتاعي كان محطوط في المين سبوت، قال لي لا مش هشتغل. قلت له ليه؟ انا مجربه. قال لي اصله مش بيغطي. قلت له مش بيغطي ايه بقى؟ قال لي هو بيغطي وخلاص كده، وبدا يتنرفز. فقلت له طبعا اول لما ارجع هعمل ايديت ان انا اخليه يغطي. فهي المشكله ان كمان المسؤولين عن التطوير التعليم معظمهم كبار جدا، وده مش يعني مش متخيفين قوي مع الزمن اللي احنا فيه، فصعب يفهموا مشاكلنا. طيب ايه بقى حل الادوكيشن؟ الحل فيك انت بس. ازاي؟ هل بقى هقعد اقول كلام الكتب ولازم نبقى مع بعض وكلنا هنعمل حاجه والمجتمع يتحسن والكلام اللي هو مستحيل يحصل لانه مستحيل الناس كلها تشارك في فكره واحده؟ لا، هو الحل فيك بس انت تقدر تعمله لوحدك وتفيد بيه نفسك لوحدك. من حوالي سنتين عرفت ان الحل هو سيلف ادوكيشن، معظم العلماء كانوا ماشيين بيه. السيلف ادوكيشن منه الاونلاين ليرنينج 80% من كورساته فري، ده غير ان هو كومبليتلي فلكسيبل وبتختار المجال اللي انت عايزه، مش بتتقيد بحاجه معينه. بالسيلف ادوكيشن قدرت ان انا احقق 4 ليرنينج باثز من مايكروسوفت، وخدت حوالي 50 كورس في مجالات مختلفه من الاسترونومي للالكترونكس، ده غير 50 كورس تانيين في الكمبيوتر ساينس من مايكروسوفت فيرتشوال اكاديمي ومن يوديمي، واهم الكورسات دي كان الام سي اس اي، السي سي ان اي، والسنه اللي فاتت عديت الامتحان وبقيت سايبر سيرتيفايد سايبر سيكيورتي انجينيرنج وانا لسه 15 سنه. خدت ماث 2 كورس وخدت شهاده وبقيت متقيم 8 احسن من 98% من باقي الناس على العالم في الماث من اليفيت، ده غير الساينسز اتعلمت 3 لغات غير العربي والانجليش منهم التشاينيز اللي هي اصعب لغه في العالم. وانا كايند اوف لسه بتحسن فيهم يعني، لسه مش كومبليتلي فلوينت بس على الاقل بحاول. والفكره ان مش شرط ساينس ولانجويجز بس، اتعلمت كومبليت مارشال ارت من الانترنت بس، وخدت ترتيب اني توب ستودنت توب اكسبشنال ستودنت في العالم من جود وول.
طيب برضو الشهادات دي ممكن تخط في دماغك ان هي طيب ده مجرد شويه معلومات حفظتها بس بشكل تاني حتى لو فيها شويه عملي، طب ده يختلف ايه عن التعليم؟ لا هي يختلف ان كل الشهادات دي انا خدت اللي انا كنت عايزه بالظبط، خدت المجال اللي انا كنت عايز اشتغل فيه وتعلمت فيه، ودلوقتي وانا كنت لسه 15 سنه كنت بدرس روبوتك سيستمز وكمبيوتر ساينس كورسز في كذا مكان وانا كان لسه عندي 15 سنه. هل بقى لو مشيت على زي ما كان الكوميونتي عايز والرول بوك وفضلت احفظ في المعلومات كنت هوصل لكده؟ هيبقى صعب شويه. طيب دلوقتي انت تقدر تبدا تغير حياتك، تختار المجال اللي انت عايز تشتغل فيه. الاونلاين ليرنينج بيديك فرص كتير قوي. ممكن كان زمان تقول ان لا السيركمستانسز بتاعت البلد بتاعتي صعبه والاديوكيشن بتاعها وحش فمش هقدر اطلع اللي انا عايزه وهمشي على الرول بوك بتاع المجتمع وخلاص. لا دلوقتي في عصر الانترنت انت ممكن تعمل اكتر من كده بكتير. تقدر تتعلم اللي انت عايزه وتختار المجال اللي انت نفسك تبقى كويس فيه وتشتغل اللي انت عايزه، وبعيد عن السيركمستانسز بتاع التعليم بتاعتك لا هتبقى كويس وهتاخد كورسات ومجالات تتعلمها اللي انت بتحبها، مش مجرد تحفظ شويه كتب ناس قديمه حطوها ما لهمش اي علاقه بالعالم دلوقتي. وافتكر ان الايديوكيشن ده مجرد وسيله بتساعدك في انك تحقق حلمك مش your identity. شكرا.